طبعا بالنسبة لمعرض ماي كونتنت هيأ لنا الفرصة هذه السنة أن نعرض فيها التجربة اللي خذناها في شباك السينما، وبالعكس مثل هذه المساهمة من ماي كونتنت مساهمة جميلة جدا، لأنها في البداية تعرفنا على شركات إنتاج، تعرفنا على موزعين، لأن من الأشياء اللي نواجهها في على مستوى أفلامنا المحلية أن الإنتاج لهذه الأفلام على المستوى اللي خارج إطار دولة الإمارات محدود، بالتالي يهيئ لنا الفرصة أيضا نتعرف على الكثير من الناس اللي شغالين في نفس المجال، من أجل أن أيضا نرتقي بالتوزيع إلى مستوى أعلى من الموجود حاليا.